السلام عليكم ورحمه الله واهلا وسهلا بكم بقناتي قناه طبخ من بغداد هلا وكل الهلا بيكم اليوم راح نقضي يوم كامل سويه ان شاء الله تستمتعون بالفيديو وتستفادون من عنده قبل ما نبدي اذا كانت هذه اول مره تشوفون بها قناتي اتمنى تشتركون بها وتنورونا وخلونا لايك من ايدكم الحلوه حتى تدعمون الفيديو والقناه نقول بسم الله ونبدي تاريخ التصوير مال هذا الفيديو هو البارحه البارحه كان اخر يوم بالعطله الصيفيه للأولاد اليوم اللي هو الأربعاء واحد تسعة هو أول يوم بالمدارس في بلجيكا الحمد لله رب العالمين إن شاء الله كل سنة وكل عام وطلابنا بألف خير وصحة وعافية ويا ربي هالسنة المدارس تنفتح في كل البلدان يا ربي يخلص الوباء وتنتهي هاي الأزمة العالمية وكل طلابنا الأحباء الأعزاء يرجعون لمدارسهم ويأخذون دروسهم كاملة مكملة بالمدرسة يا رب الخير والامن والامان لكل البلدان يا ربي وان شاء الله نهايه هذا الوباء قريبه ونخلص من عنده والكل يرجع مستقر بمكانه ويداوم بالمدارس وياخذ العلم بطريقه صحيحه وان شاء الله يا ربي ولدنا وولدكم وولد كل الناس نشوفهم باعلى المراتب وباحسن المستويات والمراكز طبعا هذا اليوم كان يوم كلش متعب سويت به هواية شغلات لأنه ديش الفترة كنت مشغولة ومسافرة فتكوم علي الشغل فيعني في حاولت أخلص كل الأمور بأسرع وقت ممكن فهذه كانت آخر الأشياء اللي سويتها قبل المدارس مثل ما تشوفون هنا دا أحضر الفطائر طبعا هذه أخليها على أم مود يستفادون من عندها الأطفال بالمدرسة يوم أسوي لهم سندويشات أو لفات ويوم أرسل وياهم فطائر سبق ونزلت لكم فيديو كامل عن أكلات مقترحة للمدارس وشون ترتبون الأكل مات الأطفال ويعني ساعدتكم ببعض الأكلات والمقترحات إذا حبيتوا تشوفون الفيديو السابق راح أخلي لكم الرابط مات بصندوق الوصف هنا يا أني دا أسوي معجنات سويت جزئين جزء بالجبن وجزء باللحم استخدمت طبعا عجينة اللبن اللي ما استغني عنها اذا حبيتوا تستخدمون عجينة العشر دقائق فاني ايضا نزلت لكم اياها بالقناة او استخدموا عجينة اللبن راح اخلي لكم المقادير مالتها بصندوق الوصف وايضا رابط اعداد العجينة صار اول قالب جاهز راح ارجع اكمل هسه الفطائر لكن راح اسويها باللحم وايضا حشوة اللحم نزلت لكم اياها قبل فترة فما حبيت اعيدها على مود ما يصير عليكم الفيديو طويل وممل كل هاي التفاصيل سبق ونزلت لكم اياها وكلها موجوده بصندوق الوصف الفيديو مالتي اليوم بس حبيت اشوفكم روتين يوم كامل وراح اشارك وياكم وصفه مع مال معكرونه كلش كلش طيبه فكملوا الفيديو للاخير طبعا اكو دائما سؤال يتكرر علي بالنسبة للفطائر انه ليش من نجي نسوي الفطائر تيبس ويانا يعني؟ ودائما اقول لكم الخلل بالشوي من تجون تشوون الفطائر لا تشوها زيادة عن اللزوم لاحظوا هسه طريقة الشوي مالت الفطائر من الاسفل مجرد اشوف الحافات مالت الفطائر صارت شقرة اطفي الشوايه السفليه وافتح الشوايه العلويه مجرد الجبن او الفطائر تاخذ لون حلو من الاعلى واطلعها من الفرن درجه حراره الشوي 180 او 200 الاثنين ترهم حسب قوه حراره فرنكم اذا الفرن مالتكم كلش حار اشوه على درجه حراره 180 تطلع وياكم روعه بعد ان كملت الفطائر انتقلت لتحضير وجبه الغداء واليوم حبيت أسوي وجبة غدا سريعة وبنفس الوقت صحية ومنخفضة السعرات الحرارية، استخدمت أني المعكرونة السمرة طبعاً هاي نسبة الكربوهيدرات مالتها تكون كلش منخفضة، وطعمها أيضاً جداً طيب، آه راح أسويها اليوم بطريقة سريعة وجداً جداً طيبة، عندي هنا في وعاء خليت كمية بسيطة من زيت الزيتون، حبة بصل صغيرة، ولونين من الفلفل. إذا عدكم لون واحد هم مو مشكلة حمست البصل ويا الفلفل إلى أن ذبلت عندنا المكونات بعدين ضفت ملعقتين طعام من معجون الطماطة حمست المعجون شوية وبقية المكونات بعدين ضفت حبة طماطة متوسطة قطعتها بهالشكل هذا وأيضا حمستها شوية إلى أن ذبلت عندي هنا أنا شوية من صدور الدجاج طبعا هاي صدور دجاج مشوية قبل بيوم كنت مسوية دجاجة وبقى من عدها شوية من صدر الدجاج ففلسته وضفته وبقية المكونات ضفت ايضا كمية من المي رشة من الفلفل الاسود وتقريبا ملعقتين طعام من دبس الرمان ورشة من الملح طبعا اذا حبيتوا تقللون كمية دبس الرمان حبيتوا تقللون كمية الملح هاي شغلات تقدرون تتحكمون بيها قلبت هسه كل المكونات مع بعضها وراح اتركها على نار متوسطة الى ان تبدي تغلي بعد ان تبدي عندنا الصلصة تغلي راح نضيف عليها كمية المعكرونة طبعا المعكرونة أنا ما هاي هي طريقة سريعة لطبخ المعكرونة إذا حبيتوا تجربوها سواء ويا هذه الصلصة أو ويا صلصة ثانية مثلا بيها لحم حسب رغبتكم المهم هي طريقة الطبخ مثل ما تشوفون هنا كمية الصلصة قليلة فزيدت كمية المي كمية المي لازم ما ترتفع فوق مستوى المعكرونة مجرد بهالشكل هذا تغمرها هسه راح نخفف النار ونغطيها ونتركها على نار متوسطه الى ان تبدي عندنا الصلصه تنشف طبعا كل شويه تقلبوها للمعكرونه بهالشكل هذا على مود ما تلتصق مع بعضها وما تعجن اذا حبيتوا تجربون هاي الطريقه السريعه حسب رغبتكم او حبيتوا تسلقون المعكرونه على جهه وبعدين تصفوها وتضيفوها فوق كميه اقل من الصلصه وتخلطوها يعني طريقه طبخ عاديه ايضا حسب رغبتكم هسا لاحظوا هنا بعد تقريبا 20 دقيقه او اقل تقريبا من 20 دقيقة نشفت عندنا الصلصة والمعكرونة بعدها تخبل ومفلفلة لانه كل شوية نقلبها هاي الخطوة جدا ضرورية هسا رح نرجع نغطي الجدر مالتنا ونتركه على نار هادئة تقريبا 10 دقائق تكون ويانا المعكرونة جاهزة جربوا هالوصفة ان شاء الله تعجبكم تخدمكم باوقات الطوارئ من يكون ما عندكم وقت فهاي الوصفة والطريقة سريعة طبعا كطبق جانبي سويت وياها شويه من البابا غنوج كانت عندي باذنجانايه واحده شويتها بسرعه على الطباخ او اذا حبيتوا تشووها بالفرن حسب رغبتكم شويتها شويه على الطباخ اخذت وياي تقريبا عشر دقائق بقيت اقلبها بكل الاتجاهات بعدين قشرتها وتركتها تبرد بعدين خليتها في الخلاط الكهربائي ويا ملعقه طعام من اللبن ملعقتين طعام كبار من الراشي او الطحينه فص ثوم رشه ملح ورشه فلفل اسود خلطت المكونات مع بعضها وصارت ويانا السلطة أو المقبلات جاهزة، أكيد طبعاً إذا حبيتوا تسوون طبق جانبي والمعكرونة فحسب رغبتكم، أنا حبيت يكون الطبق الجانبي شوية بيه لذلك سويت البابا غنوج خليته في صحن التقديم وزينته بشوية من زيت الزيتون وشوية من السماق والزيتون، ويعني هاي الترتيبات مالتنا، وصارت وجبة الغداء مالتنا مالت الطوارئ جاهزة لأن ما كان عندي وقت أبداً من شغلة الشغلة. والحمد لله رب العالمين كل خير وفضل من الله وسهمكم العافية بعد وجبة الغداء كان عندنا موعد بالمدرسة بالنسبة لبنتي الصغيرة الله يحفظها ويحفظ أولادكم هذه السنة رح تداوم مدرسة بعد ما تداوم حضانة رح تداوم مدرسة لأنه عمرها صار أكثر من سنتين ونص الله يحفظها يا ربي ويحفظ أولادكم ويفرحكم بيهم فالحمد لله رحنا للمدرسة وتعرفت على المعلمة مالتها وانطتنا المعلمة هذه العلاقة اللي بيها الاستكارات الخاصة بكل طالب فبنتي وقع لها رمز التفاحة هاي طبعا على مود تميز غراضها عن غراض بقية الطلاب هاي الاستكرات راح استخدمها انا طول السنة اخليها لازم على الادوات اللي راح تستخدمها بنتي على مود في حال ضاعت او مثلا هي ذبتها بمكان يعرفون انه التفاحة الوردية تابعة لهذا الصف فهذه الغراض تكون مالتها ويعطونا طبعا هذه الاستيكرات هذه نفسها تكون موجودة على هذه العلاقة هاي العلاقة كل راس اسبوع المعلمة تنطيني اياها مثلا تكون حاطة بيها بريد الي او مثلا اذا الطفل يكون راسم شغلات او مسوي اعمال بايده يخلونا اياها بهذه العلاقة على مود نشوف هو خلال الاسبوع شنو سوى فرمز التفاحة لازم يكون موجود بكل غراضها على الجنطة على الحافظات مات الاكل على البطل مات المي فالحمد لله يعني رحنا للمدرسه واخذنا كل الاشياء اللي لازم نحضرها قبل ما يبدي الطفل يداوم قبل ما نختم الفيديو مالتنا لهذا اليوم طبعا اتمنى يكون عجبكم وخدمكم اتمنى لكل طلابنا الاعزاء عام دراسي جديد وسعيد وان شاء الله يا ربي الكل يداومه بالمدرسه وياخذ العلم بصوره صحيحه وكامله ويا رب الأمن والأمان والخير والصحة والسلامة لكم ولأولادكم ورب يفرحكم بيهم ويكونون قرة أعين لنا وإلكم أشكر دائما دعواتكم الحلوة وأمنياتكم وتواجدكم بقناتي نلتقي إن شاء الله في فيديوهات أخرى كونوا على الموعد ومع ألف ألف سلامة